السوري للمرة الثانية يصل إلى مرمى الحارس ويا قلنا مطلوب من مدير الجزائر إياد يطلب تنفيذ هذه المخالفة صعبة وتبقى تلعب الكرة تام 4 دقائق ستكون شوف الإعادة ومفتاح هل كان فيه هناك الاثنين مخالفين عودة المولودية في النتيجة شوف الإعادة مفتاح لا فائز في هذا الديربي ولكن كرة القدم كانت الرابحة الأكبر رفقة الروح الرياضية وكل شيء كان جميلا في هذه المباراة التي عكست فعلا تقاليد واسم الناديين وأنصارهما وبرافو للجميع كان مادا بينا نضمنوا اليوم اللقب وكنا باغيين نضمنوا لي 3 بوان مي بون ما عرفناش كيفاش نحافظوا على النتيجة وهذه هو دواء الديربي انا نظن جرى في اجواء رائعة كنا بلي في كاسيرتو في زاميتو وين ما خيبناش الجمهور تاعنا كنا خاسرين 2-0 ولينا في السكور ان شاء الله هدفين مقابل هدفين شغل ان بون سين النهائي ان شاء الله دخلنا في الماتش تي بريمي ميتو بيان كونسونتري دي زاميتو ماركينا دو بيت على غالب كما قال لك مونك كونسونتراسيون اللي خلاو موليد ايغاليزو وا سي كلير On nous a beaucoup beaucoup critiqué les deux équipes au match aller où on avait dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de spectacle. Aujourd'hui je pense que les gens ne peuvent pas parler, on a eu un beau scénario, un beau match.